الصورة ديالك هنا، الصورة ديالك، الصورة ديال سلمى. اجي اجي مصطفى، اجي حنضرو معاك. لا لا، اجا الحاجة خليتش مولات 18 عام حاضية معاها، ما خليتهاش تمشي للكلية. وريني الصورة ديالها، وريني الصورة ديالها. اجا الحاجة، الحاجة سيري ريحي تما راه فين. يكون خير ان شاء الله. الله يجازيكم خير وليدي، الله يحفظكم يحفظ شبابكم، الله يداركم على وليداتكم، الله يداركم وليداتكم، الله يحفظكم الشبابكم، الله يحفظكم ويصلح لكم يصلح حفظكم. يكون خير، يكون خير، الله يحفظكم وليدي، غير اللي شفاعتكم ورحمنا وجه الله تعالى. شدي فراسك. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من جديد في مباشر من مدينة الدار البيضاء، وهاد المرة من منطقة ديال الولفة. حالة اختفاء طفلة في العمر ديالها 13 سنة، العائلة ديالها اللي كيقلبوا عليها، وهذه هي الصورة ديالها اللي غادي نحاولوا نبارطاجيو هاد الفيديو لوماكسيموم باش توصل ولقاو هاد البنت، لأن في ظرف أسبوع ما كاملش طفلة في منطقة ديال درب السلطان في العمر ديالها 14 سنة خرجت في ظروف غامضة من العائلة ديالها وتوجهت مباشرة للمكناس، ربما شي واحد غرر بها. الأهم هو أن البنت رجعت بخير ولا خير. اليوم ثاني كنسمعوا قصة ديال اختفاء 13 سنة، هذه الأم ديالها والجدة ديالها اللي غادي يحكيوا لكم أشنو واقع، ونتمنوا أنكم تبارطاجوا لا فيديو، غنحطوا الصورة ديالها والرقم المساعدة وحتى اللباس اللي خرجت به. حالات ديال الهروب ديال الفتيات قاصرات، هذه ما نقولوش قاصره، نقولوا مازال طفله يعني 13 سنه. السلام عليكم. انا ام ملك ابو حنان، ابو حنين. هاد البنت هادي يلا التحقت بالمدرسه الاخر ديال شهر 10، كتقرا في السابعه. شي جروب، شي بنت دخلات هاد شي جروب، هذاك الجروب بلات ولاد ديالاش، جروب ديال الواتساب وفيسبوك. كيقراو معاها ولا صحابها؟ ماشي ماشي البنات، كاينين فيه جوج بنات ولا ثلاثه كيقراو معاها، ولد كيقرا في المدرسه، وهذا الولد هذا اللي لقيناه حيت حنا جمعنا الارقام وعيطنا لهم. كاين واحد كاين كبير ماجور وقال لنا عندي 20 عام، هذا هو اخر واحد في رقمها في تليفونها، هي متصله به، هي عندنا تليفونها خلاته ما داتوش. شنو قلبتو؟ قلبنا في الواتساب وداكشي، هي مسحه، ولكن داكشي اللي تمسح منين دخلنا ليه لقينا النمره ديال هاد الولد. منين عيطنا ليه قال لنا اياز كاو، انا راني كنعرفها ولكن راني ما عمرني تلاقيت معها، انا بيني وبينها غير الواتساب، وماشي هي اللي كنعرف، كنعرف صاحبتها، وصاحبتها هي اللي دخلتها معانا، وهي اللي عرفتني عليها، وانا راه ما بينيش وبينها هي، انا بيني وبين صاحبتها. وقال لنا راه صاحبتها راه بينها وبينها شي حاجه، ما عاد تناقش صاحبتها صغيره راه فلاج ديالها، قال لك عندها معاها شي مشكل ما عرفتش شنو هو. يا المهم هو صور الدريه، عيط للدريه وقال لها علاش درتي لفلانه هكاك وماشي حشومه عليك، صاحبتك هذيك تخوني الثقه ديالتها وديري لها فحال ديك الحاله، وصيفط لنا الفيديو على اساس ان البنت صاحبتها هي اللي ما عرفتش شنو دارت لها. فيديو هو كيقول لها علاش معيط لها بصوتها هي كتقول ليه اي راه صاحبتي، ومن بعد اشنو غندير لها، ومن بعد اش ندير لها انا. الجروب هذا ديالاش بالضبط اشنو لاحظتي فيه انت؟ كيهضروا معاها غير على الزواج، كيتفلاو على بعضياتهم، غير كيتفلاو على بعضياتهم كوم دي كوبل صافي، بحال هكا كيتنافسوا بعضياتهم وكيتفلاو على بعضياتهم، هادشي اللي كاين في داك الجروب. انا الوقت اللي شفت بنتي تخلعت هذيك الخلعه كيتسحب لي ما عرفت شنو دايره، انا بقيت كنتقطع كنقول كيفاش غندير لها وكيفاش غنلقاها. فاذا من بعد عندها شي علاقه مع شي واحد ولا لا؟ لا ما عندها حتى شي، انا ما كتخرجش من الدار، راه ما كتخرجش، كنجيبوها من المدرسه كنسدوا عليها الباب، ما كتخرجش الدار، دايره كاينه كاميرا هنا، كاينه كاميرا في البيت عندها فين كتنعس، كاينه كاميرا في الكوزينه، لان عندي بناتي كبار كنت كنحضيهم باش الا خرجت كنبقى حاضيهم بالتليفون.